السلام عليكم. ما أجمل الوعد حينما يكون بالقول والفعل، فبعد سنوات عجافة انبثق الأمل من تنايا الألام بفلسفة الربان حسن شريف وبقيادة الكابيتان كوماح وبثقة الأخطبوط بن شقرون تحقق مبتغى ساكنة مدينة تيزنيت الحائل. نادي أمل تيزنيت يحقق الصعود للقسم الأول هواتا بعدما سيطر بالطول والعرض أداء ونتيجة في موسم شاق وماراثوني. أي صرخة هذه يا كماحة، وأي سعادة تلك التي خلفها صداها في كل قلوب عشاق نادي أمل تيزنيت، اتدغدغت مشاعرهم فرحا وسعادة. الواقع عودة نادي أمل تيزنيت للقسم الأول هواتا هي لقطة تختزل في طياتها معاني كثيرة، تطابق فيها القول مع الفعل، قتال وكفاح ومثابرة، هي صفات كلها تحسب لكل مكونات نادي أمل تيزنيت التي أبلت البلاء الحسن، حيث وعدوا وأوفوا بالوعد فكانوا على قدر الرهان. صعود نادي أمل تيزنيت للقسم الأول هواتا لم يأتي بمحض الصدفة، بل يعود لعمل جماعي جبار يتجلى في استراتيجية منظمة لمكتب مسير أدى مهامه بكل جدية وتفانية، بما في ذلك فلسفة ربان هادئ ورزين. حديثي هنا عن حسن شريف الذي كان شريفا في عمله، حيث نجح في توظيف كل لاعب في مركزه، إضافة إلى نهجه التكتيكي الذي أرعب به الخصوم، ما خول لكتيبته حصد الأخضر واليابس. هو عمل دؤوب يجمع بين المتعة والفرجة التي تتشكل في حارس شاب ويافع ودفاع سميك الجبال، إضافة إلى وسط ميدان يبني الهجمات ويعرقل مرتدات الخصوم، بما في ذلك خط هجوم مرعب لا يكل ولا يمل من تحريك خيوط شباك الخصوم بأهداف أقل ما يقال عنها بأنها غاية في الروعة والجمال. ولأن أكثر العارفين بقانون البدايات من وصل بعد عنا، فرغم الصعوبات والعراقيل التي واجهها أبناء شريف في طريقهم التي لم تكن مفروشة بالورود، إلا أن زملاء جبار أبوا إلا أن يتجاوزوا تلك العراقيل، حيث نجحوا في تحقيق الصعود عن جدارة واستحقاق. كما يحق لهذا الكيان أن يفتخر بنفسه أولا لأنه لم يتخلى عن الفريق بتاتا، فرغم غياب أجسادهم عن المدرجات إلى أن قلوبهم وجوارحهم كانت حاضرة مع الفريق أينما حل وارتحل. خالد بادو، أخبار الفجر المغربية، الجزيرة.